كل المخلفات دي دي عبارة عن حديد وظهر وألمونيا ونحاس. دي الحاجات دي كلها بتطلع تتباع بالكيلو. تمام؟ مين بيباع؟ بيتباع عن طريق الشركة لحساب صابر سعفان. أو لو مش لحسابه هو بياخد النصيب الأكبر أو نصيب الأسد منها. لأنه بيعتبر هو أنا اللي بايعها وأنا اللي استفدت من الحاجات دي. إحنا مش في شركة حسام. إحنا في دولة تعتبر دولة صابر سعفان. ولسه عندنا هنا في المنوفية أو في كيان الشركة لسه كيان صابر سعفان لم يسقط. ليه لون مصر على صابر سعفان؟ طبعا لانه هو ده الشخص الوحيد اللي هيسلم لهم الشركه زي ما هم عايزين، من فك بقى المكن، تخريب اصولها زي ما انت شايف كده. شفت دي برضو من ضمن الايه قطع الغيار اللي بتتصنع هنا. هنا انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هنا اكبر عمال او اشهر عمال موجودين.